علامة عربي مسلم برع في الفلك والفلسفة والكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات والموسيقى وعلم النفس والمنطق الذي كان يعرف بعلم الكلام، أول الفلاسفة المتجولين المسلمين، كما اشتهر بجهوده في تعريف العرب والمسلمين بالفلسفة اليونانية القديمة والهلنستية. أوكل إليه المأمون مهمة الإشراف على ترجمة الأعمال الفلسفية والعلمية اليونانية إلى العربية في بيت الحكمة، وذلك لاطلاعه على ما كان يسميه علماء المسلمين آنذاك بالعلوم القديمة، أعظم الأثر في فكره، حيث مكنه من كتابة أطروحات أصلية في الأخلاقيات وما وراء الطبيعة والرياضيات والصيدلة. وضع مقياساً يسمح للأطباء بقياس فاعلية الدواء، كما أجرى تجارب حول العلاج بالموسيقى. كان شغل الذي شغله في أعماله الفلسفية هو إيجاد التوافق بين الفلسفة والعلوم الإسلامية الأخرى، ووفقاً لابن نديم كتب على الأقل 260 كتاباً، منها 32 في الهندسة و22 في كل من الفلسفة والطب، وتسعة كتب في المنطق، و12 كتاباً في الفيزياء، بينما عد ابن أبي أصيبع كتبه ب280 كتاباً. على الرغم من أن الكثير من مؤلفاته فقدت، فقد كان له تأثير في مجالات الفيزياء والرياضيات والطب والفلسفة والموسيقى استمر لعدة قرون، وذلك عن طريق الترجمات اللاتينية التي ترجمها جيرارد الكريموني وبعض المخطوطات العربية الأخرى. هو الكندي.